شلونكم؟ الله يقويك الله يقويك ويعافيك. زوزو هذا احنا اول ثلاثه بالغابه يتجمعون يبنون بيت واحد ويسكنون يبيع. مو المهم نبني، المهم شلون نقدر نعيش فيه ونحافظ عليه. صحيح، انا شخصيا صحيح اني متين وظريف ودمي خفيف، قررت اني اشترك وياكم في البيت هذا لشني فيل مسالم ولا احب المشاكل. لم تكن السيدة عواطف البدر رائدة في مجال مسرح الطفل وحسب، بل كانت رائدة تقدم أول تجربة درامية تلفزيونية للطفل بعنوان مملكة العجائب. الحقيقة يا غزالة أنا أحب أسأل. تفضل. شو أنتوا قاعدين هنا بالغابة من غير مشاكل يعني؟ ها؟ أبي أعرف أنا. أنا أقول لك يا مولاي، أنا أقول لك. أهلا أنا وفيلو ها والغزالة زوزو اتفقنا ثلاثتنا إن ماكو واحد يخش على الثاني شيء. يعني لو أنا بقلبي شيء أقوله حق الجماعة، هم في عندهم شيء يقولون لي، ما نخش على بعضنا أبد. عدل. شوف مولاي. أي نعم. أوضح لك أكثر. ممكن تعطيني فرصة أوضح لك أكثر؟ إيه تفضل يا فيلو، أنت تعجبني وايد بآرائك. صريح مولاي. صريح جدا. إيه. شوف يا مولاي، هذا مو بس انت اللي تسأل السؤال هذا. عجيب، من اللي يسأل بعدي؟ كل الحيوانات في هالغابة هذه متعجبين ودائما يسألون، يقول يا حبيبي ليش ما عندهم مشاكل؟ ليش ما عندهم مشاكل؟ كما أسلفنا سابقا بأن الراحل علي المفيدي قدم دراما التراث والأدب الشعبي من خلال أكثر من تجربة ناجحة، لكن هذه الأعمال لم تكن أحداثها ومضامينها موجهة للطفل فقط، بدليل تهافت جمهور الكبار على متابعتها، لكن الوضع مختلف تماما مع مملكة العجائب، إذ أن العمل يوجه رسائله إلى الناشئ دون غيرهم. عشان ادياي مو زبيدي، يا نهار شبي وقيدي، يا نهار شبي وقيدي، الليله ليله تعيد. الحين احنا ميتين يوع وانت تاكل دياي؟ بتعالى هذا اللي يقول انا تيت لا وصرت عاجز. انا اصدق، انا اصدق. هذا الرزق الله ساق لي. شوف لكن ما دام انت ويتاو انت عالشيم يعني. لا ولا بتفكر بتاكل بروحك. مملكة العجائب باكورة إنتاج مؤسسة البدر، وقد قررت عواطف البدر خوض غمار الإنتاج عن طريق مسلسل موجه إلى الطفل لاهتمامها العميق بالناشئة وأجيال المستقبل، ووقع الاختيار على السيناريست الواعد آنذاك والذي تحول فيما بعد إلى أشهر كاتب درامي في الساحة الخليجية وهو طارق عثمان، وسيأتي ذكر أفضاله وأعماله بشيء من التفصيل في الفقرات القادمة. فينش كبرك شمتنك؟ منت قادر تشيل شوية حطب؟ شو اسوي اليوم انا مريض؟ صدقوني اليوم انا صدق مريض، حتى نص راسي كذي عورني ونص راسي لا. والله مريض، وكمان انا اتشندس كذي بشيل حطبها تطيح مني الثانيه ليش اني راسي يدور. شوف دامكم انتوا هني ليش ما تعاونوني؟ فيلو ما دام انك لاشلت واحده تطيح الثانيه واحده من زدتين، يا تستغني عن نص راسك اللي عورك ولا تستغني عن الحطب وتخليه. لا تنكتون علي وتضحكون علي تضطهدوني. اقول ساعدوني واعطوني الحطب. يلا نساعدك. طيب نساعدك. لا وشي واحده وتطيح الثانيه.
طلع خلطمك برا شلونتني ما يصير. ما يطلع ما يطلع يعني ما تلطمت؟ لا هو يشيل بخرطومه. شيل معي شيل معي والله تقاطع. اختار طارق الغابة لتكون النواة التي تتشكل منها شخوصه وخطوطه الدرامية، باعتبار أن الطفل يميل إلى العوالم الغريبة التي يجهلها في الواقع ولا يسمع عنها إلا في القصص والحكايات. وكانت الغابة مليئة بالحيوانات الأليفة والمفترسة، والصراع قائم بينها أو مع الدخلاء أي البشر في حلقات متصلة منفصلة. وعلى الرغم من أن معالجة العمل كانت موجهة إلى الأطفال دون سواهم، فإن المؤلف وبحكم من تابع أعماله فيما بعد لم يحجب فلسفته السائدة بنصوصه عن غرائز الإنسان وما تحتويها من غدر وأنانية وانغماس شديد في الماديات. لذلك نرى في مملكة العجائب أن الحيوان أوفى وأخلص من الإنسان، كما أن الإنسان يكون أحياناً أشرس من وحوش الغابة. يا رب ساعدنا، يا رب عاوننا، يا رب ساعدنا، يا رب عاوننا، يا رب قوي عزيمتنا، يا رب واحفظ سواعدنا، يا تم تحويل استديو الدسمة إلى غابة متكاملة بأشجارها وقنواتها المائية تحت إشراف المخرج حمدي فريد وعواطف البدر، كما تخلل العمل العديد من الأغاني التي أداها نجوم الحلقات. وتقول المنتجة المنفذة للمسلسل عواطف البدر إن الفضل في ظهور عمل مملكة العجائب يعود إلى محمد السنعوسي، حيث أنه كان فناناً رائعاً ورجلاً طموحاً ولم يرفض تقديم العمل عندما عرضت عليه الفكرة نظراً إلى صعوبة تنفيذه، واقترح تقديم حلقة نموذجية لتكون حكماً قبل البدء بالإنتاج الفعلي. وبالفعل تم تصوير حلقة كاملة في حديقة التلفزيون في مبناه القديم مقابل البحر في يونيو من عام 77. والغريب أن الحلقة الأولى كانت من إخراج محمد السيد عيسى ولم تعرض ضمن حلقات العمل الذي تولى إخراجه فيما بعد حمدي فريد، كما أن الفنان عبد الرحمن العقل شارك بالحلقة النموذجية الأولى فقط، أما بقية الممثلين استمروا في المشاركة بكامل الحلقات. بس إن نرب كل قوته وجبروته عايز جدا فيل رئيس حرس الغابة مو قادر يحمي حيواناتها من واحد فيل مينون، وهذه المغزلة يا مولاي هذه فضيحة مصيبة. أنا إيش أقول؟ سأحكي قدام ملوك الغابات الثانية شلون أقابلهم أحطيني في عيونهم ما أدري شلون. لو سمح لي مولاي، بقي أن نذكر أن تصوير الحلقات الفعلية لمسلسل مملكة العجائب بدأ في يناير من عام 78 تحت قيادة المخرج حمدي فريد، وشارك بالتمثيل كلا من كنعان حمد، جوهر سالم، منصور المنصور، حمد ناصر، باسمة حمادة، سمير القلاف، حسين البدر، عبد الله غلوم، أحمد عبد الرضا، فخر عودة،
أما الأطفال فكانوا هدى حسين، سحر حسين، وبدر المسبح. فكان هذا العمل أولى تجاربهم التمثيلية في عالم الفن. هدوا المسلسل، تراه وياكم، في ريلك راحة، كبر البراحة، جيزة أفعاله، طق دقوه بروحي وانتو مكسركم، سم الحار قطعكم، بروحي وانتو مكسركم، سم الحار قطعكم. طقناه بحصينه، قام يدعي علينا، طقناه